مرحبا بكم متابعينا. فوضى واحتجاجات عار ما عرفها الشارع التونسي بعد حادثة الباساجة اللي راح ضحيتها الشاب في مقتبل العمر واللي اسمه محسن الزياني أصيل ولاية القصرين من معتمدية سبيبة. هذا بعد ما تأكد انه سيارته كانت تحمل للعديد من علب السجاير المهربة واللي قامت دورية الديوانة بالتصدي له بكل قوة، لكنه حاول المقاومة هو وأصدقائه. المقاومة هذه أدت إلى أن دورية الديوانة قامت باستعمال العنف واستعملت الرصاص الحي واللي أصابت أحد الأعيرة النارية الشاب محسن الزياني واللي أردته قتيلة. هذا اللي خلى فوضى واحتجاجات عارمة في الوسط التونسي، وتندد بكل كرة الأعوان للحراس الديواني هذا اللي قتلوا الشاب بدون رحمة. هذا اللي خلى الديوانة التونسية تصدر بلاغ للتوضيح على موقعها على التواصل الاجتماعي، وبينت فيه كل ملابسات الحادثة الأليمة اللي جدت الأيامات اللي فاتت بساحة الباساج بتونس العاصمة. ووفق نص البلاغ قالت الديوانة التونسية إنه الوقائع اللي توصلت إليها الأبحاث الإدارية تتمثل في أنه مصالح الحرس الديواني بتونس اتحصلت على معلومات حول تواجد سيارة محملة بكميات كبيرة من السجائر المهربة في جهة الباساج، اللي تم توجيه دورية على متن سيارة نظامية على عين المكان أين تم ضبط السيارة المشبوهة وقامت بإجراءات حجزها، إلا أنه مجموعة كبيرة من المهربين اتجمعوا على عين المكان واعتدوا على أعوان الدورية بالعنف وبالمقذوفات المساعدة السيارة هذه في الهروب، اللي وانتج على الاعتداء هذا إصابة أحد أعوان الدورية إصابة بالغة على مستوى الرأس اللي وسقط على إثرها أرضا. وحاول على إثرها سائق السيارة واللي هو محسن الزياني من دهس عون الديوانة اللي كان ملقى على الأرض، مما أجبر أحد زملائه على إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء وعلى عجلات السيارة اللي أصابت أحد الأعيرة النارية هذه السائق محسن الزياني وأردته قتيلة. إذن النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الحادثة اللي وتعهدت به المصالح الأمنية المختصة، وتم على هذا الاحتفاظ بأعوان الدورية للغرض على ذمة الأبحاث في انتظار صدور نتائج الإخبار الباليستي وتقرير الطب الشرعي. هذا كان توضيح شامل من الديوانة التونسية الملابسات الحادثة هذه، وإن شاء الله في الأيام القادمة يظهر الحق. ما تنساوش في آخر الفيديو باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.